فكره. كنت بتكلم في المقدمه على فكره امتى الفار يخش دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، امتى الكاف يفهم او يفكر انه الفار خلاص اصبح من الضروريات مش من الرفاهيات. هو الكاف بدا خطوه كويسه جدا في كاس الامم. احنا كاس الامم اللي كانت في مصر كان بدا الفار من دور 16. صحيح. الخطوه اللي كاس الامم اللي فاتت الكاميرون بدا الفار من بدايه كاس الامم عشان فهم ان الموضوع ما بقاش فيه هزار. فبقى مهم الفار ما عادش رفاهيه او اوبشن عشان نحطه، بقى دلوقتي الفار زيه زي الحكم. صح. مساعد وحكم رابع. صح. اساسيات. صح. وبالتالي عشان نوصل للفرق كلها حقوقها في الفتره دي بالذات، الفتره دوري المجموعات عشان توصل بعد كده للادوار النهائيه. فمهم جدا الفار يبقى موجود في كل البطوله. ايه اللي يمنع بقى؟ يعني ايه اللي مانع الكاف ان الفار يبقى موجود في كل المباريات في دور المجموعات؟ يعني انا على قد معرفتي في الاتحاد الافريقي ممكن الملاعب كتير مش واخده الرخصه، فلازم الملعب اللي بتلعب عليه يبقى واخد رخصه الفار. هيبقى مشكله في تنقل الاجهزه بين الملاعب كتيره في دوري المجموعات. دي كلها صعوبات ممكن الاتحاد الافريقي ممكن تتحل بعد كده، بس لازم كل ملعب يبقى واخد رخصه الفار. الملعب نفسه واخد الرخصه زي ما الحكم واخد الرخصه والمساعدين واخدين الرخصه، فلازم الملعب ياخد رخصه. بتكلم برضو ان عشان تنقل الاجهزه بين الدول كتير بالمنظر ده برضو تكلفه كبيره جدا، وهنحتاج تدبر تكاليف كتير في الاتحاد الافريقي. اي نعم الاتحاد الافريقي مش فقير يعمل حاجه زي كده. انت هتقول عارف انت هتقول كده، بس اكيد الموضوع اكيد خطوه هيدرسوها الفتره اللي جايه. لا وفي نقطه اهم يا كابتن جاهد، الكاف دلوقتي بقى يحط اشتراطات للملاعب اللي تستضيف المباريات، وكان في منع بتاع الملعب المريخ والهلال والكلام اللي احنا كنا سامعينه طول الوقت عشان في اشتراطات معينه مش موجوده. تمام. فانت من حقك ككاف برضو تحط للفريق اللي ما عندوش فار ان انت مش هينفع تشارك في الدور ده. هو الفار لازم اللي مش واخد رخصه اقصد يعني لازم الملعب ياخد رخصه، الملعب يتلعب عليه ماتشات وديه وتبعت للفيفا الايفاب. الايفاب اللي بياخد يديله الرخصه للملعب. ما انا يعني اقصد انا ملعبي ملوش رخصه فار. تمام. فالكاف هيقول له يا اما مش هتشارك يا اما تلعب في ملعب تاني حتى لو خارج بلدك. تمام. ده مش من حقك كاف. ده من حقي طبعا الكاف يعمل ده. صح؟ من حقه. اصل هو النهارده موسيماني تحدث عن هذا الامر. كتير من الانديه تحدثت عن هذا الامر، الموضوع اصبح لا يحتمل. مباراه النهارده في الشوط الثاني، والشوط الاول كان محمد شريف كان بيطالب ببعض ضربات الجزاء، الشوط الثاني الاهلي طالب ببعض ضربات الجزاء، كابتن سعد عبد الحفيظ خد انذار للاعتراض على احدى الكرات منهم. انا لما شفتهم بالعين المجرده ممكن يبقى فيه ممكن الله اعلم يعني. تمام. بس ما هو لو في فار هيحسم الامور دي كلها. بالظبط. هو مطلب مهم جدا الاتحاد الافريقي ان الفار يبقى موجود في دوري المجموعات في دوري الابطال والكونفدراليه. على فكره البطولتين ما يقلوش عن يعني عن بعض في المستوى او التقارب المستوى اللي موجود، الفرق اللي موجوده مع الامكانيات الكبيره اللي موجوده في الاتحاد الافريقي. فده مطلوب جدا، مطلب مهم جدا عشان العداله تبقى موجوده طول الوقت في المباريات الاتحاد الافريقي. انا سالت سؤال مهم جدا، لو واحده من الفرق دي اللي ما عندهاش رخصه في ملعبها يعني انه يبقى يطبق الفار صعدت لدور الثمانيه والكاف قال انه هيبقى في دور الثمانيه في فار، هيعمل ايه الكاف؟ لازم يجيب الرخصه. الفرقه دي تجيبها هتنفس. هيبقى مهم جدا. كنت عملت كده بالاول بالظبط وريحت القصه. ده مهم جدا.